طيب هنبدأ مع موضوع جديد خالص اللي هو سيستم دي. تمام. حد فيكم فاكر الانت؟ ايوه. او كان المفروض الاسم بتاع سيستم في او اس في ار 4 او سيستم في ريليس 4. ايه الحدوده بتاعت سيستم في ريليس دون او الاس في ار 4 ده؟ او ناس كتير بيسموه سيستم في انت ايا كان المسمى بتاعها. يعني الحقيقه ده كان سيستم في انت كانت مسؤوله عن البوتنج بتاع السيستم او ان هي تبدا السيرفيس. كان الجهاز بيقوم البايوس يعمل تشيكنج تاكد من كل حاجه، يبوت من الماستر بوت ريكورد، بعد كده الكيرنل يتعمل له لود، بعد ما الكيرنل يتعمل له لود مباشره الكيرنل ينده على الانت، والانت مسؤوله مسؤوليه كامله على انها تعمل ايه، تماونت الفايل سيستمز وتشغل السي لينوكس وتشوف الكوتا وتستارت السيرفيس اللي موجوده عندك. صح، ده كان الانت. صح، كلام جميل. والله الانت دي كان عندها كده شوية مشاكل صغيرة. كانت أكبر مشكلة عند الانت، أكبر مشكلة عند الانت أو أكبر مشكلة بتقابل ناس بتوع لينكس، إن هي ما كانتش ستاندرد. يعني إيه؟ سؤال حد ممكن يقول لي لا 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 كانت ستاندرد. هقول لك بس استنى بس اسمع مني. هي كانت ستاندرد من حيث إن هي موجودة على كل أنظمة اللينكس، صح؟ بس ستاندرد مش كل السكريبتس اللي الانت بتعمل لها مانج زي بعض. يعني ايه برضو؟ يعني كان في كل شويه واحد يروح عامل لك سيرفيس اسمها اكس، واكس دي انا مثلا تعديك مثال السامبا مثلا كان عندها لما ممكن تشغلها ممكن تعمل لها سيرفيس اس ام بي ستارت او ريستارت او كونفيج تيست، خلاص، او ريلود، ماشي كده. كان في سيرفيس ثانيه ممكن تعمل لها ريكونفيجر، في سيرفيس ثالثه ما فيش عندها لست ستارت وستوب وريستارت وريلود، مفيش عندها كونفيج تيست مثلا، صح؟ فدي كانت مشكله كبيره جدا. خلاص. طيب الحقيقه كان الهدف الثاني كمان ان هو يتعمل سيستم يكون موحد لكل انظمه اللينكس، والسيستم الموحد ده يكون سهل، لان الانت اصلا كانت عباره عن باش سكريبتس بترن لما الجهاز بيقوم بس، لا اكتر ولا اقل. دي كانت مشكله في حد ذاتها. ليه؟ لان الباش سكريبت في حد ذاتها هي عباره عن سيكونس من الاوامر بيتنفذ، ما بيفهمش اي حاجه تانية غير كده، لا اكتر ولا اقل. يعني ايه برضو؟ يعني لو انت كنت بترن وليكن السيرفيس بتاع النتورك، والسيرفيس بتاع النتورك دي يا سيدي هتاخد وليكن 30 مش 20 ثانيه عشان تاخد اي دي من الدي اتش سي بي. لو انت كنت هترن الاس اس اتش بعدها، فكانت الاس اس اتش هتضطر تستنى ل 20 ثانيه لحد ما النتورك تقوم. طب لو انت كنت هترن الاباتشي، فالاباتشي برضه نفس الحكايه، مضطر يستني النتورك وبعد كده يستنى الاس اس اتش وبعد كده يستنى مش عارف سيرفيس اكس، يفضل يستنى كده شويه حاجات لحد ما الدنيا تقوم، وبعد ما تقوم يبدا هو يشتغل. خلاص. ف الانت كانت شغاله بطريقه سيريال. يعني ايه سيريال؟ يعني كانت بتبدا بروسيس او بتبدا سيرفيس، وبعد ما السيرفيس تبدا وتقوم وكل حاجه تمام يبدا اللي بعدها، بعد كده يبدا اللي بعدها. من الاخر ما كانتش شغاله بشكل بارلل، تمام، ما كانتش شغاله بالتوازي بالظبط. فكان في تفكير ان احنا عايزين نعمل سيرفيس مانجر جديد، لازم يكون في سيرفيس مانجر جديد. السيرفيس مانجر ده يبدا او يقدر ان هو يبعت سيجنال لاكتر من بروسيس او اكتر من سيرفيس في نفس الوقت، يقول لها قومي اصحي. خلاص. طيب كلام جميل. في حاجه تانية كمان كان فيها مشكله قوي، ان ما كانش في ديبندنسي مع الانت. يعني ايه ما كانش في ديبندنسي؟ هديك السيناريو ده. بص، عندك سيرفيس او عندك سيستم ادمن غبي شويه، راح سطب الاباتشي، ماشي كده،
وعمل تشيك كونفج للنتورك مانجر ان هو اوف، وعمل تشيك كونفج للاباتشي ان هو اون، وشغل سيرفيس النتورك بس نسى يعمل تشيك كونفج للنتورك ان هي اون، وعمل ريبوت للمكنه. انت عارف ده كان معناه ايه؟ بكل بساطه المكنه هتقوم مش هتشغل النتورك لان نسى يعمل لها ان هي تبقى اون لما الجهاز يبدا، لكن هتفضل برضو تشغل الاباتشي. تخيل يعني انت اصلا الاباتشي هيشتغل لازمته ايه اصلا دلوقتي بالعقل كده؟ مش المفروض الاباتشي ده اصلا هيرسن على نتورك انترفيس؟ مفيش حد بيشغل الاباتشي نفسه على المكنه، يعني اكيد بيشغله على سيرفر وفي كلاينتس بيأكسوا من بره، صح؟ بالعقل. فجي واحد غبي عمل حركه زي كده يعني. فتخيل كان برضو الاباتشي هيفضل يقوم حتى لو مفيش نتورك سيرفيس شغاله من الاساس، برضو نفس الحكايه. طيب تخيل كان عندك سيرفيس معينه والسيرفيس دي انت لازم تقوم لها حاجه قبلها، ما كانش في حكايه الديبندنس دي. يعني انت عايز وليكن مثلا عايز تضمن ان قبل ما الاباتشي يشتغل الايس كازي يكون شغال، ها، او مش كده وبس، يكون في فايل سيستم معين يكون معمول له ماونت قبل كده. تخيل الاباتشي بيقرا ملفاته من بارتيشن موجود، البارتيشن ده ايس كازي ومش معمول له ماونت، مع الانت ما كانش فيه الكلام ده، الانت ما كانتش تقدر تتشيك، الانت ما كانتش تقدر تتشيك هل الفايسن ده ماونتد ولا لا، كانت يا اما تستارت السيرفيس يا اما تستوبها بس. ماشي كده؟ فكان لازم يكون في سيستم او في سيرفيس مانجر جديد، السيرفيس مانجر ده يكون ذكي شويه، نحط فيه الفيتشرز اللي كانت ناقصه دي. خلاص. طيب اتعمل اكتر من واحد، يعني اول واحد اتعمل وكان الناس شغاله عليه كان حاجه اسمها الاب ستارت، والاب ستارت دي كانت شغاله مع ريل 6 كمان بالمناسبه. السيستم دي كانت شغاله مع ريل 6 بس كانت شغاله بشكل جزئي، ما كانتش بشكل كامل يعني. ماشي كده؟ طيب وبعد ما الاب ستارت اتعمل على طول مباشره السيستم دي اتعمل، والسيستم دي حاليا هو الديفولت في ريل 7 وسنتوس وفي دورة من اول في دورة 15 تقريبا. هو الديفولت كمان عند الناس بتوع ديبيان، فبقى زي شبه ستاندرد سيستم او ستاندرد سيرفيس مانجر على انظمة اللينكس اللي موجودة حاليا. ماشي كده؟ طيب كلام جميل. من اهم المميزات اللي فيه او الناس بتحبه ليه؟ لانه سريع جدا في عملية البوتينج، وهو بيبوت كده ممكن ينده على اكتر من سيرفيس في نفس الوقت، يا سيرفيس اكس وواي وزد ابداوا مباشره، ويا سيرفيس ان ما تقوميش الا لما سيرفيس اكس تقوم، ويا سيرفيس كي ما تقوميش الا لو الفايل سيستم ام ماونتد، لو مش ماونتد لا ما تقوميش. ايه رايك؟ فبقى الموضوع بقى ذكي شويه. ماشي كده؟ طيب كلام جميل. لحد دلوقتي حد عنده اي مشكله؟ طيب خبر الحلو بقى، الخبر الحلو ان السيستم دي تقريبا بنسبه 99% كومباتبل مع الانت. يعني ايه؟ يعني لو سيادتك كان عندك سكريبت مكتوبه على الانت، باش سكريبت بتستارت السيرفيس اللي اسمها وليكن اكس، ممكن سيستم دي عادي تشغل الكلام ده من غير اي مشاكل عندها، مفيش اي مشكله عندها خالص. ماشي كده؟ ماشي، دي اول حاجه. طيب كلام جميل. حاجه ثانيه، تقريبا شفت النتورك مانجر شغال ازاي؟ النتورك مانجر كان هو امر واحد ان ام سي ال اي ممكن تتشقلب بيه، بتمشي على الحيط بالامر دول، تعمل كل اللي نفسك فيه، تكونفيجر الانترفيس، تعدل البارامترز، تكونفيجر بريدج، تعمل بوندنج، تعمل تيمينج، بتتشقلب بامر واحد بس، امر واحد بس بتعمل بيه كل حاجه. السيستم دي معاها يوتيليتي واحده اسمها سيستم كنترول، تقريبا دي اكتر حاجه هتستخدمها، هي على فكره معاها شويه يوتيليتيز بس دي اكتر حاجه هتستخدمها. سيستم كنترول دي بتعمل لك كل حاجه، بتخليك تتشقلب فعلا، تعمل كل اللي نفسك فيه. ماشي كده؟ طيب كلام جميل. تعال ستارت سيرفيس معينه، او تعال نسطب اب سيرفيس عندنا، تعال كده هنا. انا عامل اس اس اتش على المكنه دي هنا، هي ايوه هنا اهو، عامل اس اس اتش عليها اللي هي الفيرشوال ماشين بتاعتي. تعال نعمل كده يام داش واي انستول اتش تي تي بي دي كمثال يعني.
ثانية واحدة اجيب شوية بيبسي. زي الفل. انا سطبت الاباتشي عندي في الطريق الشكل الطبيعي، كنت بعمل ايه؟ سيرفيس اتش تي تي بي دي ريستارت، صح؟ كانش في اي حاجه اكتر من كده، عايز اعمل له ريستارت، صح؟ طب لو كنت عايز اعمل له ستوب كنت بعمل ايه؟ سيرفيس اتش تي بي دي ستوب. طب لو عايز اعمل له ستارت، ستارت، بس كده. طيب انسى بقى الكلام ده خالص، انسى بقى الكلام ده، من هنا وجاي هيبقى الشكل بتاعه كالاتي. تعال نعمل زوم. حلو قوي. هيبقى الشكل كالاتي يا سيدي: سيستم كنترول، وبعد كده ريستارت، واسم السيرفيس. ماشي كده؟ بس كده؟ اه والله. بص. ها. طب عاوز تعمل له ستوب. سيستم كنترول ستوب اتش تي تي بي دي. طيب سيستم كنترول start httpd بس كده؟ اه والله بس كده. طيب تعال نعمل له ريستارت اهو. شفت السهولة؟ ها صعبة؟ لسه هنتكلم على اللوجز. اصبر على رزقك، اصبر على رزقك، استعجلش. طيب ادي كل الموضوع، عايز تستارت السيرفيس تعمل لها ستوب، تعمل لها ستارت نفس الحكاية. ممكن برضو تعمل لها reload httpd. ها طيب حاجة كمان، حاجة كمان هقولك عليها. كنت بتقدر تعمل مع اي سيرفس check config مثلا httpd on، فاكر؟ فاكر؟ او off، صح؟ لا، مع سيستم دي تعمل كده: سيستم كنترول انيبل اتش تي تي بي دي كده. خلي بالك لو ضغطت تاب بيكملها لك، بيخليك دوت سيرفيس. لو ضغطت تاب بيكملها لك، وهتكلم على ايه دوت سيرفيس دي؟ هتكلم عليها دلوقتي حالا، بس اصبر على رزقك. كده كانك عملت تشيك كونفج اتش تي تي بي دي اون بالظبط. خلاص ماشي كده. طب لو عايز تخليها اوف بدل ديني بدل انيبل، خليها ديسيبل بس كده. ايه رايك؟ خليها انيبل تاني. طب لو عايز تعرف الستاتس بتاعه السيرفيس، كنت بتعمل كده: سيرفيس اتش تي بي دي ستاتس، صح؟ دلوقتي ما عادش في حاجه من الكلام ده، ممكن تقول له كده: سيستم كنترول ستاتس اتش تي تي بي دي دوت سيرفيس. بص عندك بقى كده وشوف الحلاوة اللي هتطلع لك. شوف. ماشي كده؟ بص عندك http.service هو الاباتشي سيرفر. هي لودد، ايوه لودد. بص كده انيبلد، عارف انيبلد معناها ايه؟ ان هي هتبقى تشتغل لما تعمل ريبوت للمكنة. هتشتغل بشكل اوتوماتيك. من الاخر كأن معمول لها تشيك كونفج httpd on. ماشي كده؟ طب شغالة من امتى؟ بقالها دقيقة 45 ثانية. خلاص؟ وامتى بالظبط حالتها دلوقتي؟ حالتها دلوقتي اكتف راننج. طب ايه البروسيس اي دي اللي هي شغالة بيها؟ ها؟ ها؟ اهي. وبص جايب لك شوية شوية من اللوجز اهو.
شايف شويه من اللوجز. بقول لك ممكن تستخدم داش ال عشان تشوف اللوجز كامله. سيبك من اللوجز دلوقتي، هنرجع للوجز بعدين. سيبك من اللوجز. الحاجه بس اللي عايز اكد لك عليها، الحاجه اللي عايز اكد لك عليها، مش كل السكريبتس اتنقلت من الانت للسيستم دي. السكريبتس بتاعه الانت اصلا كانت موجوده فين؟ كانت في ATC انت دوت دي. بص عندك كده لسه في عندك شويه سكريبتس لسه ما اتنقلتش، خلاص. طيب السؤال بقى اللي بيطرح بلح، السؤال اللي بيطرح بلح عندك، هي فين الملفات اللي السيستم دي بتبص عليها عشان تفتح سيرفيس او تقفلها او تشغلها؟ يعني لما اقول له لو سمحت شغل لي الاباتشي يا سيستم دي، بيروح يبص فين؟ بص يا سيدي، عندك الملفات موجوده في المكان ده، في يوزر لب سيستم دي، عندك سيستم. بص عندك انت بقى كميه حاجات قد ايه. تعالى كده نعمل ليست للكلام دون. grep dash i httpd اهو. بص فاكر لما قلت لك، لما قلت لك من شويه سيستم كنترول ريستارت HTTP دي، قلت لك اضغط تاب هيكملها لك. عارف جاب عارف كمل منين؟ من اسم الملف ده هو والله، لا اكثر ولا اقل. طيب كلام جميل، تعال نفتح الملف ده كده نشوف ايه اللي فيه. vim user lib system دي system وليكن HTTP دي دوت سيرفيس. بص كده ايه اللي جوه الملف ده. فاكر ملفات الانت بتاعت ايام زمان؟ بص ده شكل الملف، اقفله كده معلش ثانيه واحده. vim etc init dot d network مثلا، بص شكل، بص شكل الانت كان عامل ازاي، بص شكلها عامل ازاي، وبص شكل ملف الكونفيجريشن بتاع السيستم دي بذمتك. مين الاسهل فيهم؟ بص ده كده كله على بعضه كام 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 سطر؟ 20 سطر بس انتهى. ايه رايك؟ مين اللي كان معقد نفسيا وعنده تعقيد كده؟ ها سيستم دي ولا انت؟ طب بص كده ايه اللي موجود فيه؟ يونت، وهنتكلم على اليونتس دلوقتي حالا حالا، اصبر بس على رزقك. بص الديسكريبشن، فاكر لما جبت لك من شويه سيستم كنترول ستاتس HTTP HTTP دي دوت سيرفيس؟ فاكر الديسكريبشن بتاع السيرفيس اهوت؟ ارجع كده اطلع فوق ثانيه، او بلاش سيستم كنترول ستاتس اهو. فاكر ده جاب السطر ده منين؟ اهو جابه من الملف ده. ايه رايك؟ بيقول لك السيرفيس دي بقى هفتحها امتى؟ بعد نتورك دوت تارجت وريموت فايل سيستم دوت تارجت وان اس اس لوك اب دوت تارجت. ايه رايك؟ ها ايه رايك؟ شفت الديبندنسي؟ معنى كده ان الاباتشي مش هتقوم الا لما يبدا مين؟ دول الاول. ها ايه رايك؟ ده اللي كنت بكلمك عليه، ان الاول ما كانش فيه ديبندنسي. انا عايز سيرفيس تقوم، خلاص قوم يا عم وبديها رقم، خلاص. طيب كلام جميل، السيرفيس عندك ملف الكونفيجريشن بتاعه الانفايرمنت فايل كذا. طيب الاكزيك ستارت، لما يعمل ستارت روح نفذ الحاجه ديت، لما يعمل ريلود روح نفذ الحاجه دي، لما يعمل ستوب روح نفذ الحاجه دي، كل ده كومنتد. كل سيجنال بيعمل كذا، وده wanted by multi user dot target. هنتكلم على التارجتس دلوقتي حالا، خلاص هجيبها. اصبر اصبر بس اصبر والنبي. طيب كلام جميل، عندك دايركتوري كمان فيها الملفات زي etc system d system. بص عندك كده وليكن عندك مثلا مالتي يوزر دوت تارجت. بص كده
من الاخر دي السيرفيسز اللي هتقوم لما ران التارجت ده. طب هو ايه اصلا التارجتس دي؟ هي ايه اصلا التارجتس؟ تعال نتكلم على التارجتس دي بقى يا معلم، لان الحدوده بتاعتها مختلفه تماما عن السيستم دي، عازف عن الانت. تعال اكد القلم بقى. حد فيكم فاكر في الانت اختراع كان اسمه الران ليفلز؟ ها حد فيكم فاكر الحكايه دي؟ الله يفتح عليكم. مع الانت كان في حاجه اسمها الران ليفلز صح؟ كان في عندك من 0 ل 6، كان في عندك حاجات كده مميزه زي واحد مثلا، كان في 2 3 4 5. 5 ده كان جي او اي، فاكره؟ مالتي يوزر والجي او اي. 3 ده مثلا كان فول سيستم من غير الجي او اي. 2 ده كان الفول سيستم من غير الجي او اي ومن غير الان اف اس. 0 كان بيعمل ايه؟ ها كان بيعمل هالت. 6 كان بيعمل ايه؟ ريبوت صح؟ وده مالتي يوزر من غير الجي او اي بس، وده مالتي يوزر من غير الجي او اي ومن غير الان اف اس. ودول كان اسمهم ايه؟ الران ليفلز صح؟ حد دلوقتي كلام جميل، مفيش اي معلومه جديده. طيب السيستم دي بقى يا معلم، السيستم دي شغاله بحاجه اسمها تارجتس. فاكر ران ليفل 5؟ بقى اسمه دلوقتي ها بقى اسمه دلوقتي ايه؟ بص عندك كده، بص عندك كده، في عند سيادتك دلوقتي مالتي يوزر دوت تارجت، وفي عندك ديفولت دوت تارجت، ماشي كده؟ طيب تعال نمسك التارجتس كده واحده واحده. انت دلوقتي كان عندك، هسال بس سؤال قبل اي حاجه، قبل اي حاجه خالص، عمر حد فيكم شغل السيستم فران ليفل 2؟ ها عمرك شغلت اي لينكس سيستم فران ليفل 2؟ غالبا غالبا بنسبه 99% كان ايه اللي بيحصل؟ ها كنت بتشغله يا اما فران ليفل 3 يا اما فران ليفل 5 صح؟ انا بقالي شغال مع لينكس النهارده 2015، 9 سنين 9 سنين بالظبط عمري ما شغلت سيستم فران ليفل 2 تقريبا يعني صح؟ طيب كلام جميل. طيب بص يا سيدي، الران ليفلز اللي كانت موجوده عندنا ديا، الران ليفلز اللي كانت موجوده عندنا ديا بقى اسمها تارجتس. بدل ما كان اسمها ران ليفل بقى اسمها تارجت. طيب تعال اديك اشهرهم عندنا. ران ليفل 5 مثلا بقى اسمه ايه؟ ران ليفل 5 يا سيدي بقى اسمه جرافيكال دوت تارجت. بس كده؟ اه والله، بدل ما كان اسمه ران ليفل 5 بقى اسمه ران ليفل جرافيكال دوت تارجت. طيب ران ليفل 3 مثلا، ها ران ليفل 3 ها القلم معلق. طيب ثانيه واحده هعمل بوز للفيديو بس. طيب نرجع تاني، معلش كنت منظف بس الشاشه بتاعت التاب لان انا عندي عفاريت طول النهار قاعدين نلعبوا فيه، ف مليينه كله من المصاصه والشوكولاته، فايه نكمل موضوعنا. طيب بيسجل. بص يا سيدي، ران ليفل 3 بقى اسمه مالتي يوزر دوت تارجت. بقى
بس كده الاسم اتغير، بدل ما كان اسمه ران ليفل 3 بقى اسمه مالتي يوزر التارجت. طيب كلام جميل. ران ليفل 6 مثلا، ها بدل ما نقعد نكتب بقى ران ليفل 6 بقى اسمه ريبوت التارجت، بس كده. اه والله ران ليفل 0 بقى اسمه باور اوف ذا التارجت، ها صعبه. طيب ران ليفل 1 بقى اسمه ريسكيو ذا التارجت، مش كده؟ طيب ايه تاني؟ ران ليفل ما عادش في حاجه اسمها ران ليفل 2، هو ران مالتي يوزر ذا التارجت يعادل 2 و3، ما عادش في حاجه اسمها 2 و3، هو مالتي يوزر ذا التارجت بس. خلاص؟ لا مش 2 و3 بس، 2 و3 و4، 2 و3 و4 اللي بيمثلهم دلوقتي مالتي يوزر ذا التارجت بس. يعني من الاخر في عندك باور اوف ذا التارجت وفي عندك ريسكيو ذا التارجت، خلاص اللي هو كان السنجل مود اللي هو الريسكيو ذا التارجت. عندك ايه كمان؟ عندك مالتي يوزر ذا التارجت، عندك جرافيكال ذا التارجت، وعندك ريبوت ذا التارجت، بس كده. ها صعبه؟ ادي كل الحكاية، شلنا الران ليفلز رميناها في الزباله وخلينا حاجه تانية مكانها بس، مش كده؟ طيب برضو من اللي عملها مانج السيستم دي من غير اي مشاكل. طيب لو انا عايز اعرف مين الديفولت تارجت بتاعي، يعني انا شغال اهو وعايز اعرف مين الديفولت تارجت، ها الاول كنت بحدد الديفولت ران ليفل في ريل 6 واللي قبله كنت بحدده ازاي؟ كنت بخش في اي تي سي ان التاب، صح؟ فاكرين ايه التاب فايل؟ ها حد فاكر؟ دلوقتي لا 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 خلاص انسى الكلام دوم. عايز تجيب كنت تقوله كده سيستم كنترول جيت ديفولت، ايه الديفولت فايل او اسف ايه الديفولت ران ليفل بتاعي؟ ها ده الديفولت ران ليفل بتاعي مالتي يوزر دوت تارجت، بس كده. اه والله بس كده. طيب كلام جميل. طب لو انا عايز اغير الديفولت بتاعي، لو انا عايز اغير الديفولت بتاعي، ها اعمله ازاي؟ اعمله ازاي؟ سيت ديفولت، بس كده اهو. سيستم كنترول سيت ديفولت خليه جرافيكال دوت تارجت، بس كده. طيب الديفولت بتاعي بقى مين حضرتك؟ بقى الجرافيكال دوت تارجت بس. صعبه؟ طيب كلام جميل. السؤال بقى، السؤال انا دلوقتي بص كده جيت اقول له ران ليفل، انا في انهي ران ليفل دلوقتي؟ يعادل ران ليفل 3 دلوقتي، ها. طب السؤال بقى لو انا فاكرين كان في عندك امر اسمه كده انت، فاكرين انت؟ لو انا في ران ليفل 5 وقلت له انت 3 كان بيعمل ايه؟ كان بيحولني من ران ليفل 5 لران ليفل 3، صح؟ او انا في ران ليفل 3 وعايز احوش ران ليفل 5 كنت بقول له انت 5، فاكرين؟ ها طب دلوقتي انا في ران ليفل كام دلوقتي؟ او انا في ران ليفل ايه؟ انا في ران ليفل مالتي يوزر دوت تارجت، عايز اتحول لجرافيكال دوت تارجت، هعمل ايه؟ يا سلام، بس كده. بس سهله جدا، سيستم كنترول ايزوليت وعايز اقول له حولني لجرافيكال دوت تارجت. ران ليفل تاني، ها قال لك انت كنت في 3 وبقيت دلوقتي فين؟ في 5. طب لو عايز ارجع الران ليفل بتاعي تاني هقول له كده سيستم كنترول، هقول له سيت ديفولت اللي هو مالتي يوزر دوت تارجت، ايه كمان؟ وهقول له ايزوليت حولني لمالتي يوزر دوت تارجت، بس يا سيدي بكل سهولة، بكل سهولة في ثواني. يبقى لو حبيت تتنقل من ران ليفل لران ليفل تاني سهلة؟ ها حد عنده أي مشكلة؟
ها طيب السؤال بقى، السؤال بقى لو انت عايز تعرف ايه الحاجات اللي هتشتغل في الران ليفل دون، ها كنت بتعملها ازاي قبل كده؟ كان في عندك امر اسمه تشيك كونفيج داش داش ليست داش داش ليفل، وليكن ليفل 5 مثلا. ها دلوقتي واجيبهم كلهم اصلا دلوقتي. سؤال بص وحطها لك اهو، يعني بص الراجل محترم قوي معاك يعني. كنا اقول له كده سيستم كنترول ليست يونت فايلز بص عندك كده جاب لك كمية يونتس كتيرة جدا، وهتكلم على يونتس حالا، اصبر بس عليا. بس انت يهمك كل يونتس ولا يهمك السيرفيس؟ انا عايز السيرفيس بس صح؟ ها ممكن تقول له كده داش داش تايب، التايب بتاعك سيرفيس، داش داش لو عايز تجيب السيرفيس اللي هتشتغل مثلا بيفور انا عايز السيرفيس يا سيدي اللي هتشتغل قبل النتورك مثلا، نتورك مانجر دوت سيرفيس. لا مش جايه، داش داش ستيت اكتف، ها السيرفز اللي حالتها اكتف عندك دلوقتي. طيب عايز اديكم مثال واقعي عشان يوريها لكم. اديكم مثال ازاي يا سيدي؟ عايز اخترع مثال. المثال اللي ينفع دلوقتي طيب بص قبل المثال هقول لك على حاجه صغيره قوي، هقول لك على حاجه صغيره قوي. الانت كانت بتتعامل مع سيرفيس صح؟ مع السيرفيس بس ماشي كده. السيستم دي ممكن او بتتعامل مع حاجه اسمها يونتس مش سيرفيس فقط. السيرفيس ده جزء من اليونتس ماشي كده. طيب ايه اليونتس اللي موجوده عندك؟ اليونتس اللي موجوده عندك ممكن تكون سيرفيس، ممكن تكون تارجت، ممكن يكون ديفايس. هل الديفايس دي الكيرنر اتعرف عليها ولا لا؟ ماشي كده دي يونت. ممكن تكون ماونت بوينت، ممكن تكون سوكت فايل ماشي كده، ممكن تكون تايمر، ممكن يكون سواب، سواب ديفايس او سواب فايل ماشي كده. فالسيستم دي مش بيتعامل مع سيرفيس بس، لا بيتعامل مع حاجه اسمها يونتس، واليونتس دي حاجات كتيره قوي عندك، حوالي تقريبا اكتر من 12 يونت موجودين. كل يونت ليه، او ممكن تعتبرها زي كاتيجوريز، كل كاتيجوري هي شايله حاجه معينه او بتشوف حاجه معينه، زي كاتيجوري للسيرفيس مثلا، كاتيجوري تانية او يونت تانية للتارجتس خلاص،
اللي هي ممكن تعتبرها زي الران ليفلز بالظبط. كاتيجوري ثالثه للديفايسز، كاتيجوري رابعه للماونت بوينت، كاتيجوري خمسه للباثز، هل الباث ده موجود ولا لا. كاتيجوري سته سي جروب مثلا، او اللي هم بيسموها سلايس. سي جروب دي عايزين نبقى نشرحها في مره. ممكن تكون سوكت، ممكن يكون سواب، ممكن يكون تايمر، وهكذا. ماشي كده. فاحنا لما جينا عملنا هنا كده ليست يونت فايلز، جاب لك كل اليونتس سواء كانت فايل سيستم ماونت. بص ماونت دي عباره عن ايه؟ ماونت دي والله دي عباره عن يونت. في عندك على فكره يونت اسمها اوتو ماونت، او اوتو ماونت ده يونت لوحدها. يعني ماونت فايل سيستم عباره عن يونت، او اوتو ماونت ده عباره عن يونت تانية خالص. بص كده باث ده يونت، سكوب ده يونت تاني خالص، سيرفيس ده نوع من انواع اليونتس الموجوده عندك. السيرفيس يونتس اهيا. ماشي. فلو انت عايز تجيب نوع محدد، لو انت عايز تجيب نوع محدد كنت اقول له كده داش داش تايب سيرفيس، جاب لك السيرفيسز بس. بص كده دلوقتي اهو سيرفيسز فقط. طيب كنت اقول له كده داش داش تايب ماونت. بص كده الماونت الحاجات دي بس. ها وصلت؟ ها حد عنده اي مشكله؟ يبقى تاني الانت كانت بتتعامل مع سيرفيس فقط، الانت كانت بتتعامل مع سيرفيس فقط، لكن السيستم دي بتتعامل مع حاجه اسمها يونتس. ماشي كده. كل يونت شايله كاتيجوري محدده، يونتس للماونتنج، يونتس للران ليفلز او للتارجتس، يونتس للسيرفيس، يونتس للاوتو ماونت، يونتس مش عارف للسناب شوت، يونت للسلايسز، يونت للتايمر، وهكذا وانت شغال بقى. ماشي كده. طيب حاجه بس نسيت اقول لك عليها كمان، ان انت ممكن تعرف هل في سيرفيس عندك بتبتدي لما الجهاز بيقوم ولا لا. ممكن تقوله كده سيستم كنترول از انيبلد لسيرفيس معينه، هل هي انيبلد في الران تايم لما الجهاز يعمل بوت ولا لا. ها لما الجهاز يعمل بوت هل هي انيبلد ولا لا. او ممكن تقول له كده هل هي شغاله دلوقتي حاليا از اكتف. ايوه هي شغاله دلوقتي. طب هل هي فيلد، هل في فيلير في السيرفيس دي؟ لا قال لك ده اكتف. ها في مشكله لحد دلوقتي؟ في مشكله؟ حلو جدا. طيب كلام جميل. حاجه عايز اقول لك عليها كمان، احنا قلنا ان في دلوقتي مثلا في اكتر من امبلمنتيشن لحاجه معينه، وليكن مثلا النتورك. انا قلت لك امبارح ان احنا دلوقتي عندنا 2 امبلمنتيشن والاثنين موجودين، بس في واحده فيهم بتكون شغاله في نفس الوقت. يعني امبارح قلت لك مثلا النتورك مانجر بقى الاساسي، بس ده ما يمنعش ان في سيرفيس ثانيه اسمها النتورك ممكن تمانج النتورك عن طريقها، اللي هي النتورك القديمه. صح. ينفع تشغل نتورك مانجر والنتورك في نفس الوقت؟ يعني ينفع انترفيس واحد اكتر من سيرفيس واحده تتحكم فيه بذمتك؟ ينفع بالعقل؟ مستحيل مستحيل. عمرك شفت سيستم في الدنيا في 2 سيرفيس بيتحكموا في انترفيس واحد؟ يعني مش منطقي خالص يعني. طب السؤال، انت عايز تفورس السيستم ان عمره ما يرن السيرفيس دي حتى لو بالغلط، حتى لو بالغلط الادمن قال لك ستارت للسيرفيس دي مش هتستارت اصلا. يعني لو جه الادمن بالغلط كده وراح قايل لك، او الروت بالغلط وراح جاي قايل لك سيستم كنترول ستارت او ريستارت النتورك، انا مش عايز تقوم حتى لو عمل حاجه زي كده. ممكن تعمل حاجه اسمها ماسكينج. انت عارف ماسكينج يعني ايه؟ من الاخر اعتبر الحاجه دي مش موجوده اصلا. ممكن تعمل كده سيستم كنترول ماسك نتورك دوت سيرفيس، خلاص. طيب افترضت
ان انت عايز دلوقتي تعمل ديسيبل للنتورك مانجر وترجع النتورك تشتغل. خلاص اعمل سيستم كنترول ديسيبل نتورك مانجر وسيستم كنترول ستوب للنتورك مانجر، وبعد كده سيستم كنترول انماسك للنتورك دوت سيرفيس. ها ايه رايك؟ ها تمام؟ ها حد عنده اي مشكلة؟ الناس شكلها نامت صح؟ الناس تعبت النهاردة ولا ايه؟ طيب حلو جدا. حته الماسك تاني، انت عندك وليكن حلو قوي، تعال اديك مثال. عندك سيستم ادمن ظريف شويه سطب الاباتشي، حد دلوقتي في مشكله وراح رايح جاي مسطب انجن اكس، ده ويب سيرفر وده ويب سيرفر، ينفع الاثنين ويب سيرفر يشتغلوا في نفس الوقت منطقيا؟ لو الاثنين شغالين على بورتين مختلفين مفيش مشاكل. طب ينفع تشغل الاثنين على نفس البورت في نفس الوقت؟ ينفع؟ اكيد لا صح. فانت عايز تخلي واحده فيهم دايما اوف، حتى لو بالغلط السيستم ادمن عمل لها ستارت او ريستارت تفضل برضو اوف، ما تقومش خالص وهي كانها مش موجوده اصلا. اعمل لها ماسك لا اكتر ولا اقل. عارف ماسك هيعمل ايه؟ ماسك هيمنع السيرفيس دي ان هي تقوم لو الجهاز بيبدا، او لو حتى بالغلط عملها ستارت او ريستارت او ستوب او ستارت، ولا كانها موجوده. انساها خالص، انسى انسى وهي كانها مش موجوده. ماشي كده؟ طيب كلام جميل. الحاجه اللي بعد كده، الحاجه اللي بعد كده، حضرتك عايز تتنقل، انت عندك مشكله ظهرت في السيستم وهو شغال وعايز تتنقل للريسكيو مود، عايز تروح للريسكيو مود. ها ممكن تعمل كده سيستم كنترول بس كده ريسكيو. طبعا ريسكيو مود هيفصل نتورك، هيديك المينيمال سيستم بس. الريسكيو مود هيديك المينيمال سيستم بس، يعني بص السيرفيس الاساسيه فقط اللي عندك لا اكتر ولا اقل. ماشي كده؟ طيب تعال نرجع هنا. بص ايه اللي حصل. ويلكم تو ريسكيو مود، تايب سيستم كنترول ديفولت اور كنترول دي تو انتر ديفولت مود، او سيستم كنترول ريبوت تو ريبوت. تعال نديله كنترول دي. سيستم كنترول get default. طيب run level، انا في انهي run level دلوقتي؟ انا في run level 3 مرة تانية. IP address show ماشي، رجعت run level 3. تعال connect مرة تانية، اشتغل اول. طيب كلام جميل حلو. ايه كمان ممكن نعمله؟ فاكر ايام زمان، ايام زمان كنت ممكن تعمل ايه؟ كان في عندك امر اسمه مثلا باور اوف، او امر اسمه ريبوت، فاكره؟ ها صح. كان في هولت كمان كان موجود، وكان في شوت داون ماينس اتش ناو، او شوت داون ماينس ار ناو، ممكن تعمل كده. كنت ممكن تعمل ريبوت كده لوحدها، دلوقتي ممكن تعمل كده سيستم كنترول ريبوت. بص ايه اللي حصل. بدا يعمل ريبوت مره تانية اهون.
ربنا يديله الصحة. عايز اقول لك بس ان هم سايبين شويه توليتزم القديمه عشان بس الناس ما تزعقش منها بسرعه. يعني انا متوقع ان فريل 8 مثلا هيشيلوا اوامر موجوده زي باور اوف وزي ريبوت وزي الحاجات دي كلها تتشال. هم سايبينها بس مؤقتا ليكوا عشان ايه؟ على ما الناس ايديها تاخد على سيستم دي، مش كده؟ والامر بتاع سيرفيس ما زال موجود، والامر بتاع تشيك كونفيج لسه موجود، بس هم سايبينها بس عشان ما يزهقوش الناس. لكن توقع انه فريل 8 مثلا هيقول لك بس ما عادش الكلام ده يا عم موجود، وايه اتكل على الله. فانت احسن لك من دلوقتي مشي ايدك على انها تمشي مع مين، مع مين، مع الجديد، وريح دماغك، مش كده؟ يلا وحش. الجهاز بيموت طبعا لاني مشغل حاجه جوه حاجه جوه فيم وير، وفي نفس الوقت بسجل فيديو، فطبعا حق الجهاز يموت يعني. خلاص طيب ايه تاني يا سيدي ممكن نقوله لحد ما المكنه دي تقوم وربنا يديها الصحه وينتهي بالسلامه؟ كنا عايزين النهارده ولا خليها بكره؟ خليها بكره، خليها بكره. كنا عايزين مثلا نغير الروت باسورد وكلام من دول ونبدا نتعامل معاها، بس خليها بكره ماشي. يعني خلينا نلعب مع الجراب من اول بكره. الساعه بقت 10، هي خلاص كفايه كده النهارده، نتعامل من اول بكره بقى ان شاء الله. ماشي ماشي. احنا خدنا النهارده خدنا مقدمه كده في سيستم دي، هنكملها بكره ان شاء الله، ونتكلم على الجورنال كنترول. اكيد هنتكلم على الجورنال كنترول مفيش كلام. ونتكلم على البوت لودر ده اكيد، وازاي نرجع الروت باسورد لو نسيناها، لان الطريقه اتغيرت عن اللي كانت موجوده في ريل 6 وما قبله. ايه تاني؟ ولو ربنا ادانا صحه بكره وايه وعشنا وكان لنا عمر، هنتكلم كمان في الفاير وول دي، هيبقى بكره يوم اساسي على الفاير وول. ماشي، بكره في ميعادنا ان شاء الله الساعه 7:30 بتوقيت السعوديه. خلاص ماشي طيب، اشوفكم بكره ان شاء الله وتصبحوا على خير. السلام عليكم.